السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الفاميلي، ولا يوجد أي عنصر جوه الريفت إلا هو فاميلي، فمفيش أي محاضرة من المحاضرات اللي فاتت إلا وهي فاميلي. التكست فاميلي، التاج فاميلي، الحوايط عبارة عن فاميلي، الأبواب فاميلي، كل حاجة فاميلي. طيب نقدر نقسم الفاميلي لثلاث أقسام رئيسية. قسم اسمه لودابل فاميلي. لودابل فاميلي يعني فاميلي أقدر أحملها من بره المشروع. على سبيل المثال تقدر تدخل على موقع مثلا ريفت سيتي او اي موقع تحمل الفاميلي وبعد كده تحملها جوه المشروع بتاعك، تمام؟ او ممكن مثلا فاميلي هي تحملها من جهاز حد من اصحابك وتفتحها وتحملها جوه المشروع. في سيستم فاميلي، سيستم فاميلي يعني فاميلي موجوده جوه المشروع. وفي حاجه ثالثه واخيره اللي هي موديل امبليس، فاميلي معموله للمشروع دوت جوه المشروع دوت. طيب انا دلوقتي لو انا قلت له انا عايز اعمل مشروع جديد نيو، وقلت له انا عايز المشروع ده نان مش تمبليت، لو بدات بالتمبليت ممكن يكون حد محمل فاميلي لودابل فاميلي جوه المشروع، واقول له اوكي. بيسال لي الامبريال ولا متريك، فبقول له شغل بتاع متريك. لو انت شغال بتمبليت فهو متظبط فيه يا اما الوحده القياس اللي هي بالبوصه او بالمتر. عندنا فاميلي عبارة عن سيستم فاميلي يعني موجودة في قلب الملف بتاعي حتى لو انا مش محمل اي حاجة خالص. زي مثلا الوول، لو قلت له عايز ارسم وول هيبدأ يحمل لي وول اهيت، هي في واحدة بس، تمام؟ ليه؟ لان انا مش عامل تمبليت، مش في حاجات جاهزة قبل كده. اقول له مثلا عايز ارسم وول، هيرسم معايا بدون اي مشاكل خالص. هذا هو الوول بتاعك اهوت. لو انا قلت له ارسم لي باب هيقول لي الفاميلي دي مش موجوده. ففي سيستم فاميلي حاجه موجوده في قلب الريفت نفسه، تمام؟ موجوده في قلبي لازم هكون موجوده جواه. زي مثلا زي الوول، زي مثلا لو قلت له انا عايز اعمل فلور، مش هتلاقي على النت يقول لك حمل فلور كده ويقول لك خد اشتغل بيه، لا لازم انت تبدا انت ايه تعمل، وهتلاقي هو نوع واحد بس من الفلور وما تقدرش تمسحه. يعني انت لو انت عندك كذا نوع تقدر تمسحه. يعني لو انا قلت له اديت طيب وعملت نوع جديد دوبليكيت اوكي، وبعد كده جيت هنا في الفاميليز وقلت له فين الفلور اهيت، وقلت له انا عايز اخش هنا في الفلور، لو انا جيت امسح فلور 2 ديت يقول لي خلي بالك في انت هتمسح الفلور اللي هو رقم 2 وهو مرسوم مره واحده اللي هو دوت. فلور 1 تيجي تمسحه ما يرضاش، يقول لك ده اخر نوع موجود فما تقدرش تمسحه. لو في انواع كتيره ممكن يمسح لك اخر واحده فيهم. طيب لو قلت له انا عايز ارسم رامب مش هيقول لك حمل لي الفاميلي. ليه؟ الرامب عبارة عن سيستم، والسلالم برضو عبارة عن سيستم فاميلي. طيب لو انت قلت له عايز ارسم كولوم هيقول لك لا حمل لي الكولوم دوت، فده عبارة عن لودابل فاميلي. طيب لو انت دخلت مثلا على السيستم وقلت له انا عايز ارسم دكت، الدكت سيستم فاميلي فهو موجود كده كده في قلب المشروع ما تحملوش من بره. اللي مش موجود بقى اللي هو الكوع، فلما تيجي ترسم يقول لك لا الكوع ده مش موجود، فيقول لك لا ده دي لودابل فاميلي لازم تحملها الاول قبل ما نبدا الشغل بتاعنا، تمام؟ تيجي ترسم كوع يرفض، عامل لك علامه انه مش هينفع يرسم لانه مش هيقدر يحط الكوع. طبعا دي حاجات بيبقى ليها حلول وحاجات زي كده خاصه بالام بي ده اهو الضغط. طيب عشان اقول له مثلا يظهر هنا يبقى لازم مثلا تحدد ان ده مثلا ميكانيكال، ونشوف الفيو رينج احنا كنا رسمين على ارتفاع كام الضغط دوت، على ارتفاع 2700. ممكن يكون الفيو رينج مش طايل للحاجه ديت، فممكن نقول له مثلا ايه انليميتد يبدا يظهر، يظهر خط واحد اقول له فاين يبدا يظهر الضغط معايا. احنا بنشوف مع بعض ازاي نفكر لو حاجه مش ظاهره نظهرها ازاي زي ما احنا عايزين. طيب دي الفكره كلها، ان انا عندي نوعين او ثلاث انواع. اتكلمنا عن النوع اللي هو اللودابل زي الباب زي الشباك، وفي نوع تاني اللي هو سيستم زي الحيطه زي الضغط وهكذا. طيب زي الفلور زي السيلينج زي الروف. طيب في نوع تالت اللي هو كومبوننت، واجي هنا واقول له موديل امبليس وابدا ارسم الحاجه اللي انا عايزها. بقول له مثلا انا عايز ارسم مثلا عمود كولوم او كولوم اهوت. كولوم ده معناه كولوم معماري، استراكشر كولوم معناها عمود انشائي. هتلاقي الادوات اللي موجوده هنا هي اللي موجوده في الفاميلي، يعني الحاجات دي هي اللي موجوده في الفاميلي، فانت ممكن تقدر لو انت مستعجل ترسمها لو خاصة بالمشروع ده بس مش محتاجة في مشروع تاني. يعني رخامة مطبخ وبالحجم وبالتفاصيل معينة خاصة بالفيلا دي، فأنا ممكن أعملها موديل امبريس وخلاص. لو أنت استخدمها تاني كتير تقدر تشتغل فيها إنها فاميلي من بره.
وتقدر تحول اللودابل فاميلي لفاميلي، بس طبعا بتعملها واحده واحده، يعني عندك 100 فاميلي معموله موديل ان بليس فتحولهم واحده واحده. تمام، فخلينا نقول ان انت بتقرر الاول هل دي هتستخدمها في الشراء بعد كده، فهتقول ان دي لودابل فاميلي ونعمل فاميلي جديده، ولا مش هتستخدمها بعد كده. طيب انا دلوقتي هعمل سيلكت، عمل سيلكت على الميكانيكال بس، لو انا عايز يعمل على كله اكون واقف على الاركتكشر. تمام، لو انا وقفت على الاركتكشر هو لغى الام اي بي، تمام ما بيظهروش. طيب هقول له خليها في الميكانيكال ودي. طيب دلوقتي انا هقول له انا عايز ان انا عايز اعمل فاميلي جديد، فهقول له نيو وفاميلي. طيب احنا حتى الان مش مكررين الفاميلي دي هتكون عباره عن ايه، مظبوط؟ طيب فانا ممكن اسهل على نفسي واقول له جينيريك موديل. تعال ندخل كده، هنا بيديني تمبليت. يعني ايه تمبليت؟ حاجه امتداد ار اف تي ريفيت تمبليت، عباره عن ان بدل ما ابدا من الصفر لا ممكن تبدا مثلا لو قلت له كولوم هيبدا يحط لك بعض الخطوط اللي تساعدك ان انت تعمل الكولوم. طيب لو انت حطيت كهرباء هيبدا يحط لك حاجه خاصه بالكهرباء، يعني لما تيجي تبص على لايتنج مثلا وبيسهل لك الشغل، لايتنج فيكتشر هتلاقي حاطط لك العلامه بتاعه الكهرباء في النص فبيسهل لك الشغل. كل واحده من دول لو عملت تعديلات بسيطه تقدر تحولها للنوع التاني. عندي هنا مثلا ده ادابتيف جينيريك موديل، ادابتيف عامله زي الماس كده، ده سيلينج باس بيست يعني هيعمل حاجه تتحط على السيلينج، هنا عامل حاجه تتحط على الفيست تتحط على الفلور. في صعوبه ان انا احول حاجه بتتحط على الفلور لحاجه ما بتتحطش على الفلور، دي اسمها هوستد ودي ان هوستد، فبتبقى في يعني صعب تحول دي لدي، فانت لازم تقرر في الاول انت عايز ايه. يعني انا دلوقتي هحطها جينيريك موديل، تمام جينيريك موديل بيحط لي خطين وخلاص ويقول لي ايه دي البدايه اللي هتكون مشتركه بين كل الفاميلي. طيب هقول له اوكي عملها لي بالشكل ده. طيب لو انا عايز اغير نوع الفاميلي احسست لما تتحمل اقدر احطها مثلا لو اخفيت الاعمده تكون تتخفي مع الاعمده وهكذا. طيب انا هاجي هنا واقول له مثلا دي غيرها لي لكيس ورك مثلا او فرنتشر حسب الحاجه اللي انا عايز اعملها، فهو بيبدا يديني بعض الحاجات مثلا ورك بليس ورك بلان بيست هتتحط على البلان، الوز فيرتيكال هتبقى لازم فيرتيكال، كات ويز فويد وهكذا لما يكون في حاجه فويد هتتقطع معاها. طيب هقول له اوكي. طيب انا عندي الخطين دول عباره عن ايه، دول ريفرنس بلان بالنسبه لي بحيث ان يساعدوني في الرسم، وده معمول مثلا مسمي ريفرنس سنتر فرونت باك، ينفع اغيره واخليه فرونت بس او باك بس او بوتوم او توب زي ما انا عايز. طيب لو انا عايز ارسم خطين تانيين، خلينا نقول مثلا على سبيل المثال ان انا عايز اعمل مثلا زي ترابيزه، تمام، وفيها القواعد بتاعتها 4 قواعد. طيب على اساس ان احنا نشوف الفاميلي تتعمل ازاي، اقول له هنا كرييت وممكن تقول له انا عايز ريفرنس لاين، تمام بيديني خط كده وتقدر ترسم على الخط فيرتيكال بالشكل ده او ده، او ريفرنس بلان. تمام، طيب انا اقول له دلوقتي انا عايز ارسم ريفرنس بلان وابدا ارسم بالشكل ده، وتقدر تسميهم يعني تقدر لو انت محتاج تديله اسم تدوس هنا وتديله الاسم اللي انت عايزه. طيب انا عايز الاتنين دول يكونوا قد بعض فهقول له دي اي دول كده، اقول له ايكوال بقى الاتنين قد بعض. طيب عايز اديله مثلا زي رقم معين بحيث ان انا اقدر اتحكم فيه، فخليني اعمل كده دايمنشن بالشكل دوت، ده هيبقى الويتس. تمام، لما اجي اعمل سيلكت بيقول لي انت عايز تخليه ليبل كام، يعني تديله اسم تقدر من خلاله تتحكم فيه. بمعنى خلينا اجي هنا واقول له خليها فاميلي بارامتر، الفاميلي بارامتر ما بيظهرش لا في الاسكادول ولا في التيك. تمام، طيب هقول له ده ويتس. طيب بيقول لي هو هيبقى طيب ولا انستنس طيب، يبقى مثلا لو انا عندي عدد كبير من الترابيزات وغيرت الرقم يتغير فيهم كل مره واحده، لو انستنس يبقى الترابيز دي بس اللي هتتغير. هقول له اوكي واجي هنا ادخل هنا في الويتس هقول له خلي دي 2 متر هتلاقيها اتغيرت بالشكل دوت. فاحنا كده فهمنا الفكره، كنترول زد وهعمل بقى ريفرنس بلان تاني هنا وواحد تاني هنا اهوت. طيب وهبدا اعمل دايمنشن من هنا لهنا لهنا واقول له خليهم ايكوال. طيب هبدا اعمل برضو دايمنشن تاني عشان اتحكم منه اهوت، وده هخليه لينس. تمام، طيب انا عندي في
عندي هنا في فاميلي بارامتر وفي حاجه اسمها شيرد بارامتر. ايه الشيرد بارامتر دوت؟ ده اللي انا بحب استخدمه كتير جدا. الشيرد بارامتر ده عباره عن ملف تكست فاضي خالص، تمام؟ كل ما بتعمل بارامتر هو بيبدا يضاف. طيب انا هقول له دلوقتي شيرد بارامتر واقول له سيلكت، تمام؟ في هنا بارامتر موجود، خلينا الغيه. اجي هنا ادوس من مانج، اقول له شيرد بارامتر اهوت، تمام؟ هقول له لا انا عايز اعمل، انا كرييت لشيرد بارامتر، عايز اعمل شيرد بارامتر خاص بيا. فهقول له ان انا عايز اعمل مثلا هنا شيرد بارامتر جديد، هو عباره عن ملف تكست فاضي خالص. اقول له سيف، تمام؟ ما فيهوش اي حاجه خالص. هقول له الجروب بتاعي هنا مثلا خليه دايمنشن، تمام؟ اقول له اوكي، واقول له البارامتر، اقول له مثلا خلي ده لينس مثلا، اوكي، تمام؟ واعمل بارامتر تاني اسمه ويتس. هنا بيقول لي انت ده هتحطه ده ستراكشر ولا سفاك ولا كومن؟ اقول له كومن. طيب النوع بتاعه هل هو تكست ولا رقم ولا زاويه ولا اريا ولا لينس؟ زي ما انت عايز. انا هنا مخليه لينس، اوكي. فانا عندي دلوقتي اتنين بارامتر، واحد لينس وواحد ويتس. قلت له اوكي، تمام. هاجي هنا واقول له ان انا عايز ده يبقى ويتس. طيب دوت عايز انا اغير النوع بتاعه، هقول له هات لي دوت واقول له شيرت، واروح قايل له خلي لي ده الويتس، اوكي. اوكي بيقول لي خلي بالك ده ويتس ما ينفعش يتضاف لانها تحتوي على بارامتر بنفس الاسم. طيب عايز دي عايزين نشوف حل المشكله دي ازاي. كل اللي انا عليا ان انا هاجي للبارامتر اللي اسمه الويتس دوت، تمام؟ هالغيه مثلا. طيب يبقى انا هاجي هنا مش هلاقيه موجود هنا، فهاجي هنا اقول له شيرد برامتر واقول له سيلكت واقول له اختار لي الويتس بالشكل ده. فانا بقى عندي ده ويتس وده ويتس، الاثنين اتغيروا مع بعض. طيب ممكن اجي هنا واقول له ده خلي ده ويتس وده لينس، يبقى ده ويتس وده لينس. طيب هما الاثنين دلوقتي نفس الرقم، ممكن تقول له ده خلي ده مثلا 500 وتقول له ابلاي، فده يتغير وده يفضل زي ما هو. لو انت عايزه يبقى الترابيزه كلها مربعه كل مره، فانت تقدر تخلي الاثنين نفس الرقم، تمام؟ او ممكن تقول له مثلا الويتس ديت انقلها لي من هنا لهنا. بمعناها ايه؟ معناها ان هنا اللينس ده هياخد الرقم بالويتس، تمام؟ يبقى انا لما اغير هنا اخلي ده مثلا 2000، تمام؟ ده برضو يبقى 2000، يبقى الاثنين اتغيروا مع بعض. تقدر تقفل الحاجة من هنا وهنا، دي المعادلة. تقدر تكتب معادلة طويلة مش بس مجرد الاسم بالشكل دوت. طيب لو انت غيرت البارامتر دي وخليتها انستنس هيحصل ايه؟ هتلاقي كلمة ديفولت ده الرقم الافتراضي، وممكن تغيرها ويبقى عندي الرقم متغير في اكتر من ترابيزة، يعني كل ترابيزة ليها رقم خاص بيها، لان ده انستنس خاص بالترابيزة دي. ترابيزة رقم 4 غير ترابيزة رقم 5 غير ترابيزة رقم 6، تمام؟ فانا لا انا عايز دلوقتي تبقى ايه دي كده، هقول له هنا عدلها لي خليها طيب. وهي شيرد برامتر، شيرد برامتر بتقدر تستخدمها في اكتر من مشروع. خليها 1000 ودي 1000، احنا لسه ما رسمناش اي حاجه خالص. طيب عايزين نبدا نرسم، هقول له كرييت واقول له اكستروشن وابدا ارسم الترابيزه اللي فوق. بس قبل ما ارسم الترابيزه اللي فوق خلينا نيجي هنا، ده ال 00 ده اللي هيبقى فيه القاعده بتاعه الترابيزه، والترابيزه المفروض هتبقى هنا. فانا ممكن اقول له انا عايز ارسم ريفرنس بلان دوت، وتقدر تدي له اسم تسمي ده مثلا توب بالشكل دوت. فانا هاجي هنا واقول له كرييت واقول له اكستروشن. ده اكستروشن معناه ايه؟ يعني برسم الحاجه زيها بالظبط، بترسم شكل 2D وهو يبدا يدي له البعد بتاعه. طيب هقول له هنا ابدا ست، هقول له ابدا لي اظبط لي الحاجه انها تترسم على الريفرنس بلان اللي اسمه توب. يبقى انا كده مش هرسم على القاعده، لا هرسم فوق. مجرد ان انت هتقول له ان انا عايز ارسم مثلا بالشكل دوت من هنا لهنا، وتقفل دول، تقفل دول يعني اي حركه تحصل معاهم، تمام؟ تقدر تيجي هنا تقول له فيلت ارك وتحدد الراديوس قد ايه، مثلا الراديوس 30، تمام؟ بالشكل دوت.
بحيث ان يبقى فيه زي تهذيب شوية للشكل، وتقول له اوكي. طيب تعالى نشوفها بقى في الالفيشن، رسم فين؟ رسم هنا. فتقدر تتحكم فيها من الرقم اللي هنا مثلا بالشكل دوت، تمام. تقدر تنزلها مثلا بالشكل دوت، نقدر نخلي فيه ربط مثلا معين. بمعنى ايه الربط؟ يعني هقول له مثلا عايز ريفرنس بلين هنا، ماشي، ودي مثلا نخليها رقم ثابت مش هنخليها متحرك. خليها مثلا ديت الترابيزه دي، ممكن تقول له اقفلها لي مش عايز اي حركه خالص، ودي هتقول له مثلا خليها هنا وتقفلها بالشكل دوت، تمام، بحيث انها ما تتحركش، محدش يقدر يحركها بعد كده لانها اتعمل لها لوك، تمام. ويعني انا اللي بكلم فيه ان انت تقدر تحرك الحاجه وتظبطها زي ما انت عايز، تمام. طيب ليه نقدر نلعب فيها؟ نقدر نلعب فيها بشكل كبير جدا. ممكن تقول له مثلا الترابيزه دي لا انا عايزها تبقى اكبر من كده، تقول له مثلا edit extrusion، وتبدا تشوف ان انت تقدر تعملها اوفست مثلا بره وهكذا. ممكن نبدا بقى نشوف القواعد، ممكن نشوف القواعد دلوقتي، ماشي. طبعا ممكن تختصر وتخلي القواعد مرتبطه بالريفرنس دوت، تمام. خلينا نرسم قاعده مثلا بسيطه اهي بلند اهيت. طيب هرسم على فين؟ هو بيقول لي في التوب، فبقول له لا ريفرنس ليفل. انا اخترت هنا ان هي تبقى بلند، يعني القاعده مختلفه عن الشكل اللي فوق. طيب هقول له هنا ان انا عايز ارسم مثلا شكل دايره اهوت، وبعد كده التوب هقول له نفس الدايره دي بس انا عايزها اصغر. طب انا عايزها تنزل في النص بالظبط، فاقول له سي سي، يعني هات لي السنتر واقول له خليها لي بالشكل دوت. طيب اوكي، المسافه بقى قد ايه تقدر تتحكم فيها؟ مثلا خليها دلوقتي متر، تمام. خلينا نيجي هنا، تقدر تقول له مثلا دي اربطها لي بدي وتقفلها، تمام، بحيث ان انت لو عليت ترابيزه تطلع وتنزل معاك زي ما انت عايز، تمام. طيب هقول له دلوقتي انا كده حددت البيست وحددت التوب، هقول له اوكي وارجع هنا. طيب انا عايز بقى ايه القاعده دي تبقى مرتبطه بالريفرنس ده والريفرنس ده، وممكن اعمل لها ريفرنس خاص بيها. اقول له دي اي من هنا وقرب من هنا، ممكن مثلا من المكان دوت، تمام. هقول له دي خليها مثلا 100، تمام. المية دي هقفلها، وبعد كده هاجي هنا دي اي من هنا لهنا، تمام. هقول له دي خلي دي 100، والمية دي هقفلها. فكرة ان احنا ناخد افكار كتيرة، مش مجرد ان احنا عملنا حاجة وخلاص، لا هي دي. طيب خلينا دلوقتي لو انا عدلت كده وقلت له خلي دي 1200 ودي 1200، حصل ايه؟ اتحركت والقاعدة اتحركت معاه. طيب ممكن تيجي كده وتقول له دي ميرور للشكل دوت، طيب دي ودي، اقول له ميرور بالشكل دوت، تمام. طيب هبدا اقول له بقى دي اي من هنا لهنا 100 واقفل، ومن هنا خلي بالك من الريفرنس مش من الخط، تمام. طيب ده خلينا نلغيه ونقول له دي اي. طيب ونفس الكلام برضو هنا، من هنا للقاعده ديت 100 واقفل، ومن هنا. طيب خلينا نجرب كده نشوف لما نغير ايه اللي هيحصل. خلي دي مثلا 1000 ودي 1000، تمام، كله اتغير معاك، تمام. يعني لو انت في 3 دي اهوت وجيت هنا وقلت له لا ده انا عايز اغير 1000 دي مثلا ل 1300 ودي 1300، الترابيزه كلها اتغيرت، في رقم احنا كتبناه غلط بس الشكل اتعمل معانا مظبوط، يعني اتعمل مع المعطيات على شكل جميل جدا. دي مثلا شكل الترابيزه. طيب خلينا نظبط الماتيريال. لو احنا عايزين نظبط الماتيريال هتعمل سيلكت على دول كده، تمام، او ممكن تعمل سيلكت على كله، هو كله معانا، تمام. هتخش فلتر تاكد ان انت معلم على كله الخمسه دول. طيب تعالى بقى نبص فيزابل، يعني هتظهر او ما تظهرش، ممكن يكون في عنصر انت مش عايزه يظهر هتشيل علامه من ديت، تمام. طيب الفيزابل والجرافيكس والاوفررايد، تقدر تيجي هنا، هنا بيقول لك انت عايز العناصر دي تظهر في البلان ولا في الفرونت ولا في الليفت ورايت ولا في كله. ممكن انت عايز الشكل ده لما شفته في البلان لقيته شكله مش واقعي،
او شور ده الرمز، فبنعمل له هايد من البلان ونرسم حاجه 2D تمام، يعني الشكل نفسه مش هو ده الشكل اللي انت عايزه يظهر، انت عايز شكل تاني، فبتخفيه وترسم حاجه 2D. يعني خلينا نخفي كده من البلان تمام، هتيجي هنا هتلاقيه ظاهر، بس هو لما تحطه في المشروع مش هيظهر معاك، وتقول له انا عايز اظهر الموديل لاين، وترسم الموديل لاين اللي انت عايزه. طيب تعالى نشوفها في المشروع، لود انتو بروجكت اهو، انا شكل اللي ظهر الشكل دوت. خلينا نفتح المشروع بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه في الاول خالص تمام، بيلدينج 1 دوت، اقول له ايه، ونخلي بالنا احنا نادرا جدا لما نعمل حاجه من الاول، غالبا بنلاقي فاميلي محتاجه تعديل. يعني انت مثلا مستحيل مش هتلاقي الترابيزه قريبه من الترابيزه بتاعتك، بس انت بتخش تعدل فيها تعديلات بسيطه لحد ما توصل للحاجه اللي انت عايزها تمام. تعال نشوف اي حاجه هنا مثلا محتاجها ونبدا نعملها ماشي، هتلاقي ان الموضوع سهل جدا وبسيط. انت بتاخد مثلا في باب انت عايز تعدل فيه، مثلا الفاميلي دي اللي احنا كنا عملناها عايز تخليها شكل دائري، فهتدخل اديت فاميلي وتعدل الشكل اللي دوت. نادرا لما تبدا حاجه من الصفر، انت بتشوف اقرب حاجه للشكل بتاعك، حد يكون عامل حاجه قريبه منها وتعدل عليها. طيب نرجع تاني للفاميلي بتاعتنا بالشكل دوت، وهقول له خلينا نروح للثري دي، احنا كنا عاجينا هنا وقلنا له اديت، وهيقول له يظهر لي في البلان عادي، ودول برضو طبعا ده مش عايزينه دلوقتي خلاص. ممكن تعمل تعليم سيلكت كلهم وتدخل اديت وتقول له انا عايز اشوف الديفولت في اي جمله. طب ديتيل ليفل بيقول لك انت هنا عايز يظهر في الكوارس ولا في الميديوم ولا في الفاين. ساعات بيعمل ترابيزه تظهر بشكل في الكوارس اللي هو التفصيل القليله، وبشكل تاني في الميديوم، وبشكل تالت في الفاين. يبقى عندنا ثلاث حاجات، مره بنظهر ده، ومره بنظهر ده، ومره بنظهر ده. طيب اقول له اوكي، هدخل على الماتيريال. تقدر تيجي هنا وتدوس على الثلاث نقط وتختار فهم الماتيريال اللي انت عايزها بالشكل دوت. تقدر تختار الماتيريال اللي انت عايزها او تعمل ماتيريال جديده، والافضل ان انت تعمل تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل لها بارامتر معين. هنا مثلا هتسميها مثلا ماتيريال تمام اوكي خلاص. يبقى انت كده في قلب المشروع تقدر تعدل بسهوله جدا الماتيريال اللي انت عايزها. طيب لو عملت سيلكت على العنصر دوت، هتلاقي هنا ده سوليد ولا فويد، يعني ده شكل مجسم ولا تفريغ. هو انا اكيد سوليد عشان كده ظهر معايا. طيب احنا عايزين نعمل بقى شكل مفرغ، بشكل مثلا ان انا عايز اعمل مثلا زي فلت او انحناء هنا تمام. طيب هاجي هنا في كرييت واقول له انا عايز اعمل فويد فورم، واقول له ان انا عايز اعمل فويد سويب، يعني شكل هيمشي في مسار محدد. بيفكرني بسيف. طيب ممكن اقول له انا عايز اعمل بيك اباص بالشكل دوت، وتبدأ تحدد الحاجات، او ممكن تيجي هنا وتدوس تاب بحيث ان هو يعمل سيلكت على كله. يس بيك اباص اهوت. طيب كده يبقى انا قفلت الشكل زي ما انت شايف. طيب ممكن بقى اقول له اوكي تمام. هبدا هنا اقول له ان انا عايز اعمل اديت للبروفايل، والبروفايل بتاعي هيبقى بالشكل دوت اهوت. ممكن نخلي فيه مثلا ارك من هنا مثلا هنا ارك. وممكن نعمل مثلا حاجة بالشكل دوت. اوكي هيبقى فيه تفريغ بالشكل دوت. لما تيجي تقرب من الشكل هتلاقي ان فيه اتعمل له تفريغ من الحته دي ومن الحته دي حوالين الشكل كله، بقى فيه القطع بدل ما كانت صلبه وممكن حد يتخبط فيها بقى فيها
زي انحناء كده، بحيث انها تبقى الطف في الشغل وفي التعامل. طيب هل ينفع ان انا ادخل فاميلي جوه فاميلي تانية؟ اه مفيش اي مشكله خالص، يعني ممكن يكون الفاميلي دي حاسس انها معقده اكتر من لازم، فاعمل فيها اعمل دي لوحديها في فاميلي لوحديها، ودي في فاميلي لوحديها، وهكذا. يعني ممكن اجي من هنا واقول له ان انا عايز نيو فاميلي، وتختار اي نوع انت عايزه. طبعا في حاجات تنفع وحاجات ما تنفعش، ماشي؟ يعني ما ينفعش مثلا هتحط باب مثلا في هنا، الباب بيحتاج حيطه وهكذا. ففي بعض الحاجات بتحتاج ان انت تكون مركز ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها. تمام، الفاميلي دي مثلا هترسم فيها اي شكل، وليكن مثلا بلند، ورسمنا حاجه بالشكل دوت، وقلت له ايدي التوب، ورسمنا حاجه تانية بالشكل دوت. تمام، وقلت له اوكي، فطلع عندي شكل زي كده. ممكن تقول له حملها لي بقى في اني فاميلي، في الفاميلي اللي احنا شغالين فيها. اوكي، فتقدر تحطها هنا. يبقى انت عندك الفاميلي دي، وعندك الفاميلي دي معاها بالشكل دوت. ودي طبعا ممكن يكون فيها اكتر من نوع نقدر نتحكم فيها من هنا مثلا، زي ما نشوف مع بعض. طيب ممكن مثلا تيجي هنا، انت عندك دلوقتي ده نوع من انواع الكراسي اللي هو 1300 في 1300. فممكن نقول له هنا ان انا عايز واحد تاني مثلا 1000 في 1000. اوكي، فتقدر تلاقي هنا 1000 في 1000، نعمل واحد تاني 1300 في 1300 اهو، ونيجي على 1000 في 1000، نخلي دي 1000 في 1000 بالشكل ده. تقدر تحمل ده بقى في المشروع بتاعك. طيب عندي لود اند بروجكت، هيحمل دي في قلب المشروع، وهنا لود اند بروجكت، ويقفل الفام اللي احنا فيها. انا اقول لا، حمل وسيبها موجوده زي ما هي. تمام، بيقول انت بقالك فتره ما سيفتش. طيب اهو الكورس اهو، تقدر بقى تختار انت عايز تحطه في انهي حته. تقول له مثلا انا عايزه في مستوى الرصيف مثلا. تمام، فالكورس ده يجي معاك في مستوى الرصيف. تمام، تقدر تعمل عليه سيلكت، وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. يكبر معاك بالشكل ده. طيب تعال نشوف في المشروع دوت بعض الحاجات اللي احنا ممكن نعدل فيها. يعني خلينا ندخل مثلا على الماسك اوف كدور البدروم، اي حاجه اي حاجه ممكن تاخدها فاملي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. خلينا مثلا نمسك الدور الارضي، هنمسك تاج ونعدل فيه زي ما احنا عايزين. اي تاج موجود ممكن نعدل فيه، وممكن نغير نوع التاج ده من حاجه لحاجه تانية. يعني ممكن التاج ده معمول للابواب وانت محتاج تاج للشبابيك، فتقدر تحوله. تمام، يعني خلينا نشوف باب هنا مثلا، اقول له تي جي. طيب هعمل سيلكت على التاج دوت، وهقول له ايديت فاميلي. هو عبارة عن ايه؟ عن ليبل بيقرا حاجة معينة. لو دخلت هنا ايديت هتلاقي ان هو بيقرا التايب مارك. تمام، فانت ممكن تغيرها تخليه يقرا حاجة تانية غير التايب مارك. ممكن التايب نيم مثلا، والتايب مارك دي تشيلها، او تخليه يقرا الاتنين وتخلي فيه بريك بينهم، وتقدر تضيف كلمة قبليه وكلمة بعديه وهكذا. تمام، ممكن تلغي الدورية دي، ممكن ترسم مستطيل. يعني عندك من كريت هنا تقدر ترسم أي حاجة أنت عايزها. تقدر ترسم مثلا لاين مثلا بالشكل دوت زي ما أنت عايز، فدي حاجة أنت زي ما أنت عايز. طيب خلينا نحملها، وبعد كده هنرجع تاني نخليها للشبابيك. هقول له لود انت بروجكت، واختار المشروع، واقول له اوكي، اقول له اوفررايت يس. اهو بدأ يقرا حاجة تانية معاها. طيب ولغى الدورية اللي موجودة. طيب ممكن اجي ارجع تاني اقول له لا، ده انا عايز اعدل في الفاميلي. خلينا نقول له ايه في كل دول، واقول له ان انا عايز مثلا الفاميلي اللي هي الدور تيك. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له لا، بدل ما هو الدور تيك خليها ويندوز تيك. تمام، ولازم بعد كده ابدا اتاكد من ان المعلومات اللي انا طالبها هنا موجوده اصلا في الويندوز تاج ولا لا. طيب عندي حاجه اسمها روتيت ويز كومبوننت، يعني
خلي الشكل ده، لو النافذة واخدة زاوية 15 خلي الكتابات تاخد زاوية 15 هي كمان. فالاختيار ده ممكن تختاره لو انت حابب. طيب هتيجي هنا وتخش اديت. اديت هل انا عندي فعلا تايب نيم وتايب مارك او موجودين؟ لو ما فيش حاجة موجودة هتلاقي ان انت محتاج ان انت تضيف العلامة دي. يعني لو انت عندك مثلا تاج بتاع روم والروم نيم والروم نمبر انت مش موجودين اصلا في النافذة، فتقدر تضيف الحاجة اللي انت محتاجها بدل ما تبقى فاضية وما فيهاش اي معلومة خالص. طيب هتيجي هنا وتقول له فايل وتقول له سيف از فاميلي وتغير اسمها لي ويندو، او لما تحملها في المشروع تقدر تجيب من الفاميلي اللي هنا وتغير اسمها زي ما انت عايز. طيب هنا دي هتخليها ويندو تيك. تمام. تعال نبص في الاوبشن بيقول لي انت عايز كام باك اب لو انت فتحتها اكتر من مره. تمام سيف ولود انت بروجكت اند كلوز، حملها لي في المشروع ده واقفلها. اوكي الجديد ده ملوش دعوه بالباب، ليه دعوه بالشبابيك. ففين الشبابيك اللي عندك؟ اعتقد ان في شبابيك في الدور دوت. خلينا نبص كده. اهو ده اتحط اهو تاج اهو. تمام بدأ يحط لي المعلومات بتاعته جنبي. تمام وده اكيد شباك تي جي اهو، فيبدأ يحط لك المعلومات بتاعته جنبي. فسهل ان انا اعدل في اي فاميلي زي ما انا عايز. طيب لفرض ان احنا عايزين جهاز تكييف، ماشي، لغرض ما عايز احط جهاز تكييف مثلا في غرفة النوم، فهاجي هنا اقول له architecture. ممكن تيجي من هنا تقول له انا عايز بليسا كومبوننت، او خلينا نمشي مظبوط هاجي هنا في سيستم واقول له ان انا عايز ميكانيكال اكيوبمنت. بيقول لي مفيش ميكانيكال اكيوبمنت لان دي لوحة معماري، فاقول له اوكي حملها لي وابدأ اشوف هنا ميكانيكال اكيوبمنت مي بي، وممكن تقول له جنرال كومبوننت، وتبدأ تشوف بقى هل في هنا جهاز تكييف ولا لأ. هاجي هنا
طيب خلينا نفترض دلوقتي ان انا عندي مثلا المكنه ديت، في مره انا عايزها من ناحيه اليمين والمره التانيه من ناحيه الشمال، يعني في مره عايز عناصر تبقى موجوده الناحيه دي وفي عناصر عايز تبقى موجوده الناحيه دي، فاخش في البيوز واروح اقول له انا عايزها مثلا من الاتجاه دوت، تمام. طيب وهاجي هنا اعلم على الجزئيه ديت واقول له انا عايز اعملها ميرور من المنتصف بالشكل دوت، واكون معلم على كوبي. طيب دلوقتي لو احنا بصينا كده هتلاقي ان دول هيبقوا موجود معانا في كل الاحوال، فانا عايز اخلي دول موجودين في مره ودول موجودين في مره. طيب اعلم على دول كده مثلا اهو، على الجزء دوت والجزء دوت، واخش في الفيزيبيليتي هنا واقول له اربطها ببارامتر مثلا رايت وده موجود في الطيب اوكي، وطبعا الناحية التانية ليفت، اخش فلتر اقول له انا مش عايز الكونكتور، انا عايز الاتنين دول، دول هربطهم ب برامتر واسميه ليفت اوكي، واخلي فيه مرة يعني عندي هنا جاست تايب قول له هعمل واحد جديد هسميه ليفت، الليفت دوت هخفي منه ناحية الرايت واعمل واحد جديد اسميه رايت ار اي جي اس تي رايت، واشيل منه الليفت واخلي الرايت بالشكل دوت. وبقية الانواع بقى ممكن تخلي ده واحد يختفي في واحد ويظهر في واحد وهكذا. طيب هقول له اوكي، خلينا نقول له دلوقتي بقى ان احنا عايزين البارامتر اللي هو ليفت، هي هتظهر اكتر في موضوع لما هتحط العنصر في قلب البروجكت بتاعك، بس فيها ده هنا اسمها فيزابيلتي، ممكن تقول له فيزابيلتي اون فيبدا يوريك العناصر اللي هتظهر، هتلاقي ان العنصر ده ظاهر والعنصر ده مش ظاهر. ممكن تقول له انا عايز اغير ديت من ليفت لرايت وتقول له اوكي، هتلاقي دي اختفت ودي اللي ظاهره دلوقتي، وهتبان اكتر لو حملناها في المشروع. لود انت بروجكت اوكي، بيفكرني بالحفظ تمام. دلوقتي لو اخترت دي مثلا ليفت هتلاقي ظاهرة الناحية دي. طيب لو قلت له خليها رايت هتلاقيها بقت ظاهرة الناحية دي. هل ممكن اعرف ايه اللي هيختفي وايه اللي يظهر وانا شغال في الايديت فاميلي؟ اه ممكن، انت في الايديت فاميلي هتيجي هنا وتقول له بريفيو فيزيبيليتي اون وتيجي تبص كده هتلاقي دي اختفت. طيب لو انا جيت عكست وبدل الليفت خليتها بدل الرايت خليتها ليفت هتلاقي دي اللي اختفت. وطبعا ممكن تضيف موديل تكست لو انت عايز تكتب مثلا اسم جهاز التكييف دوت، هتقول له موديل تكست وتكتب الحاجة اللي انت عايزها مثلا شباك اوكي. طيب هتحط الحاجة فين؟ هتقول له مثلا سيت ايج قبلان هنا مثلا اهو شباك اه. طيب هنحطها كده وبعد كده نعمل لها روتيت 90 بالشكل دوت، طبعا الديبس بتاعها كتير خليها 20 بس كفاية بالشكل دوت. وتقدر تيجي هنا وتحط لها الماتيريال اللي انت عايزها. طيب خلينا دلوقتي نجرب حاجة تانية، لو انا عايز اعمل فاميلي بشكل في فويد والشغل بيمشي فور الفويد تمام. طيب خلينا هنا نقفل ديت نو. هو المفروض ان ما فيش حاجه اسمها فاميلي فويد، فانا هعمل فويد وبعد كده هبدا احط عليها بعض الاشكال الجبليه، اقول هنا نيو فاميلي، وممكن اقول له بقى انا عايز انجلش وعايز جنرال موديل اوكي 3D، اقول له فويد اكستروشن وهبدا ارسم حاجه بالشكل دوت. طيب عايز ابدا ارسم بقى حاجه تمشي حواليه، هو لو انت قلت له فاميلي فويد هيقول لي ماليش لازمه ما
يعني مش منطقية. طيب أقول له إن أنا عايز أعمل سويب، فبيقول لي أعمل بيج باص أهو. بالشكل دوت تمام. اوكي طيب ناقص بقى البروفايل، ممكن تقول له ادي البروفايل وترسم بقى اي حاجة انت حاببها، وليكن مثلا بالشكل دوت. تمام طيب. ممكن حتى نرسم هو من هو يبقى في الاخر شكل مغلق. خلي ده لايف والغي ديت. ودي هنسحبها كده، ودي واقول له اوكي، واقول له اوكي فعمل لي حاجة بالشكل دوت. طبعا الفويد لا يعتبر شيء يعني. بشكل ده ممكن مثلا يبقى تطوير لكرسي مثلا، حاجة زي كده، أو منظر جمالي حاجة زي كده. طيب دلوقتي الشكل دوت لو أنا عايز أعمله كمصفوفة edit family بالشكل اهوت. تمام خلينا نشوف في ال 3D أهو، عملت عليه select وبعد كده هاجي هنا عايز أخليه كمصفوفة، فأقول له إن أنا عايز أعمل array، أقول له إن هو مثلا خمس عناصر عايزين يكرروا، وده أول نقطة فيهم، ودي مثلا 5 مرات. تمام طيب الخمسة دي ممكن تخليها 4 حسب الشغل بتاعك. طيب ممكن أجي أعمل سيلكت كده وأختار دوت وأقول له ده، أديله بارامتر خاص بيه اسم نمبر، وده هيبقى انستنس. تمام لما احمله في المشروع هيظهر معايا بالشكل دوت. خلينا نشوف في ال 3D اهو، وتقدر كل شوية مثلا تقول له الاربعة دول خليهم لي 3، يبقوا 3، خليهم مثلا 2، طيب خليهم 7، فيبدأوا تقدر تتحكم فيه ترتيبهم زي ما انت عايز. طيب لو احنا عايزين دلوقتي اهو عايزهم لا يبقوا على شكل دايرة مثلا، فهاجي هنا واعلم عليهم كده واقول له فلتر، واقول له انا عايز الجروب اوكي، واقول له ان جروب، والغي منهم دول ده اللي بقالي ده. هقول له ان انا عايز اعمله array. طيب array على شكل دايرة تمام اهو، هقول له دي النقطة اللي هتلف حواليها اهي مثلا النقطة دي، ونقول له مثلا عددهم 5 مثلا، وده من اول هنا لحد مثلا هنا. تمام تقدر تتحكم في الزاوية دي زي ما انت عايز. اهوت نقدر نديله رقم، نديله اللي هي البرامتر رقم 4 اللي احنا كنا حاطينه. تمام اهو نقدر نتحكم في الزاوية ديت، نخليها مثلا 180 مثلا بالشكل دوت. يعني نقدر نخلي دي 0، طيب دي كده لما نحملها في قلب المشروع اهو. خلينا نشوفها في 3D اهمت، ممكن تخليهم 3، تخليهم 2، 4،
زي ما انت عايز، تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز، وده هيفيدك مثلا عدد الكراسي اللي حوالين الترابيزة وهكذا. طيب خلينا نشوف انواع مختلفة من الفاميلي تمبليت. لو قلت له نيو وقلت له انا عايز فاميلي، فبيديني انواع كتيرة جدا، كل واحدة فيهم بيبقى فيها بعض الخصائص المختلفة. فمثلا على سبيل المثال لو احنا اخترنا الدور، هتلاقي ان هو مديني حيطة احط عليها الشغل بتاعي، ومديني الاوبننج فاقدر اربط البارامتر بتاعتي على الاوبننج، ومديني هنا خاصية حلوة قوي اللي هي كنترول، تمام، اللي انت تقلب بيها الفاميلي فوق وتحت وشمال وهكذا. تمام، تقدر تقول له دبل بحيث تقلب معاك، سنجل، هوريزونتال، دبل هوريزونتال وهكذا. زائد ده الباب اللي اتحط فيه الحاجة بتاعتك، وحطيت لك هنا اطار حوالين الباب بحيث سهل عليك، فيبقى عليك بس ان انت ترسم شكل الباب. ممكن ترسم اتنين، ترسم واحد 2D و3D، يعني كل اللي انت تعمله تقول له اكستروشن حسب بقى حجم الباب اللي انت عايزه. هتشوف الطول بتاعه قد ايه، المفروض هيبقى 100 عشان ان هو يقفل مع الباب مثلا. تمام، ممكن ترسم اي رسمة بالقلم، تبدأ بقى تشوف الارتفاع بتاعه مثلا 2200، تاخد نفس البارامتر اللي موجود هنا تبدأ تشتغل عليه. ولو في حاجة مثلا عايز ترسمها 2D، تقدر تيجي بترسمش بقى بالموديل لاين، لا ترسم باللاين العادي دوت، بحيث ان هو ما يظهرش معاك غير في ال 2D. طيب عندك برضو من انواع الفاميلي اللي ممكن تستخدمها كتير طبعا الحاجات اللي هي الهوستد. عندنا هنا جينيريك بيتحط على السيلينج، على الفيس. الفيس دي تشمل الفلور وتشمل الوول وتشمل السيلينج، اي فيس هيبقى موجود تقدر تحط عليه الحاجه بتاعتك. ممكن تعمل بروفايل. يعني ايه بروفايل؟ يعني ترسم شكل ولما بتحمله شكل 2D، ولما بتحمله بتقدر تستخدمه. تمام، هنا مثلا البروفايل تقدر تقول له مثلا انا عايز ارسم لاين، وشوف الاسم اللي انت هتسيفه بيه. تقول له سيف ويتحمله في المشروع بتاعك. وخلينا نروح ل 3D ونشيل السيشن بوكس دوت. هتلاقي مثلا انت لو جيت في اركتكشر وقلت له انا عايز ارسم سويب، وتدخل هنا تقول له بروفايل، هتلاقي يظهر لك البروفايل الغريب اللي احنا رسمناه. فتقدر تعمل بروفايل يساعدك في الشغل بتاعك. طيب بعد ما خلصنا الموضوع دوت وعملنا فاميلي كتيرة جدا في المشروع بتاعنا، تقدر تيجي تقول له فايل سيف از لايبراري فاميلي، يروح مسافر كل الفاميلي بتاعت المشروع كله زي ما انت عايز. هنا بيقول لك انت عايز سيف اني فاميلي، تقدر تحدد فاميلي معينه او تقول له كل الفاميلي، تعمل فولدر كده وتحط فيه كل الفاميلي الخاصه بالمشروع دوت، بحيث لو انت احتجتها في اي مشروع ان شاء الله تقدر تستخدمه بعد كده. طيب خلينا قبل برضو ما نخلص هنقول على حاجات سريعه كده. تمام، خلينا نعمل سيلكت على دوت ونلغيه. لو انا عملت اي فاميلي من خلال الموديل امبليس، يعني لو جيت هنا كومبوننت وقلت له موديل امبليس وقلت له مثلا ان انا عايز اعمل مثلا فيرنتشر مثلا، قلت له اوكي، وجيت رسمت الفاميلي ديت، وبعد كده قلت له دي التوب ورسمتها بالشكل دوت و اوكي. وبعد ما اشتغلت عليها عايز احولها لفاميلي حقيقيه بدل ما هي موجوده في موديل امبليس في المشروع ده بس. طيب اعمل ايه؟ اول حاجه اعملها ان انا لو انا كنت يعني لو انا عملت سيلكت عليها هقول له اديت امبليس، واعمل عليها سيلكت من هنا، تمام، واقول له كوبي. طيب واروح بقى الفاميلي الجديده اللي انا هشتغل عليها واختارها جينيريك،
واجي هنا اقول له بست وابدا احطها في المكان اللي انا عايزه. كده انا حولت فاميلي جينرك موديل لفاميلي عاديه، وبعد كده اقول له فينيش، وبعد كده ابدا اظبط اي حاجه محتاجه تظبيط براحتك تمام، وبعد كده تحملها في المشروع تبقى فاميلي حقيقيه بورتابل، تقدر تاخدها من مشروع لمشروع بسهوله، تقدر تسيفها لبره، تقدر ترفعها على النت زي ما انت عايز. خلينا دلوقتي نروح لل3 دي بتاع المشروع بتاعنا اهوت. هنلاحظ في حاجه ان في بعض العناصر هنا زي العمالة دي مثلا ظهر فوق، مع انها المفروض تقف عند السقف دوت، فانت ممكن تعملها مانوال ان انت تعمل سيلكت على العناصر ديت وتقول له اتاش للتوب دوت، خلاص هي هتوصل لحد الارضيه بتاعت السقف دوت وتقف ودي وهكذا بالشكل دوت كده، اللوحه بتاعتك تبقى نظيفه تمام. اهي اتاش في حاجه الحاجه ديت، او تعملوها هما الاثنين جوين او اي حاجه بحيث ان هما الاثنين ما تظهرش بالشكل دوت، وده هيساعدك برضو في ان الشغل بتاعك والحصر بتاعك يبقى دقيق. طبعا ده فاميلي وده فاميلي، الاثنين فاميلي يعني. كل حاجة في الريفت عبارة عن فاميلي.